السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم طلاب العباقرة. النهاردة بقى هنتكلم عن تأسيس كل المواد، إزاي تتأسس في كل المواد. أولا خدعوكم فقالوا إن التأسيس ده بيبقى لكل المواد، ده أساسا التأسيس ده بيبقى الحاجة بتبقى محتاجة منك تطوير شوية أو لمادة معتمدة على مادة تانية. زي أول مادة معانا هي مادة الفيزياء، الفيزياء بتبقى معتمدة على الرياضة، عشان كده احنا أول ما بنبدأ بنقول أساسيات. يعني من أول ما بدأنا موضوع الأساسيات ده خلاص كان من سنتين تلاتة كده، أول ما قلنا في أساسيات. ساعة ما قلنا إن في أساسيات مش بقول إن الناس كلها بتغش من بعضها أو بتنقل من بعضها، ولكن ده شيء وارد عادي جدا. ولكن ما ينفعش مدرس جغرافيا يقول لك أنا جاي أسسك في جغرافيا، أو تاريخ جاي أسسك في التاريخ، هتأسسني في إيه؟ في مادة هي كلها معلومات، المعلومات دي بتتاخد مالهاش علاقة لا بقبلها ولا معتمد على مادة تانية. يعني التاريخ مش معتمد على حاجة تانية ولا أي معلومات، أنت بتاخد معلومات وبتعرفها وبتحفظها، تمام كده؟ فهي بقى أول حاجة مفيش حاجة اسمها أساسيات في المواد الأدبية، مفيش حاجة اسمها أساسيات في المواد اللي هي حتى لو مادة علمية، بس هي مفيش فيها مش بتعتمد على مادة تانية، بالإضافة إن هي مش معتمدة على معلوماتها السابقة. فنيجي من مادة زي الرياضة مثلا، دي بتعتمد على معلوماتك السابقة في الرياضة، فبالتالي الرياضة دي محتاجة أساسيات. طيب الفيزياء بتعتمد على الرياضة، فالفيزياء محتاجة أساسيات رياضية. الفيزياء بتعتمد على بعض المعلومات الفيزيائية، وبالتالي الفيزياء محتاجة بعض الأساسيات الفيزيائية، يبقى أنت الفيزياء محتاج فيها أساسيات رياضة وأساسيات فيزياء. الرياضة محتاج فيها أساسيات رياضة، الكيمياء بتحتاج فيها أساسيات كيمياء عشان بتعتمد على بعض المعلومات اللي قبل كده، زي العناصر والتوزيع الإلكتروني والمول والحسابات والقوانين اللي أنتوا عارفينها في أولى وفي تانية وهتستخدموها في تالتة. يبقى دول التلات مواد بتحتاج فيهم أساسيات. الأحياء غالبا مش بتحتاج أساسيات، الأحياء مادة زيها زي الجغرافيا والتاريخ بالظبط، هي مادة عبارة عن معلومات، بتعرف المعلومات فقط لا غير، مش بتعتمد على حاجة قبل كده إطلاقا. الجيولوجيا نفس الكلام، يبقى المادتين دول مش هيبقى تلاقي فيهم اساسيات، يبقى الاساسيات فيزياء وكيمياء ورياضه، دول اللي انت هتحتاج فيهم اساسيات. يبقى اما تيجي بقى تسمع اي حد اساسيات اي حاجه، مفيش حاجه فيها اساسيات. ليه بقى مفيش حاجه اسمها اساسيات؟ تعال نعرف مع بعض يعني ايه اساسيات، عشان الناس كلها بتدخل في الهيصه كده وهم مش عارفين هم بيعملوا ايه، والمدرسين يسامحوني عشان انا بتكلم من وجهه نظري وبتكلم من مصلحه الطالب ليس الا، يعني ماليش علاقه بمدرس معين عمل حاجه معينه او اي حاجه تانية، او انا بعمل ايه او غيري بيعمل ايه، انا بتكلم عن وجهه نظري من مصلحه الطالب. بدايه كده الاساسيات معناها ان انت عندك منهج، المنهج ده عشان تفهمه لازم تكون عارف حاجه قبل كده. يعني مثلا انت جاي دلوقتي تشتغل معايا في الحسابات، وبالتالي لو انا اسالك انت عارف جدول الضرب، يعني بتعرف تضرب، يعني بتعرف يعني ايه 3 في 5، ده معناها اساسيات. ليه بقى معناها اساسيات؟ لان لما انت تيجي تحسب لي مش هقول لك في حاجه هنا اسمها جدول ضرب، وجدول الضرب ده انت المفروض عارفه قبل كده، وتعالى نشرحه بقى ونضيع الموضوع بتاعنا في ان احنا بنشرح جدول الضرب. فهو ده اللي بيحصل بالظبط. الفيزياء بتعتمد على بعض المعلومات الرياضيه زي مثلا الرسم البياني، فالرسم البياني انا بديه لك كاساسيات في البدايه، زي سؤال الرسم البياني تفهمه وتجيبه ازاي من يمين لشمال وكل افكاره من فوق وتحت، بحيث لما نيجي نشرح بقى كل درس فيه سؤال رسم بياني، كل درس في المنهج، يعني تخيل مثلا 50 درس فيهم 50 طريقه للرسم البياني، لو كل درس قعدنا نشرح بقى من جديد لا مش هينفع. فانت بالتالي في حاجه اسمها اساس بتبني عليه، الاساس ده بتاخده في البدايه، رسم بياني بقى، تحويلات، وحدات قياس، مواضيع كتير جدا في الاساسيات اللي انت بتحتاجها في المنهج وهي مش من صلب المنهج نفسه، تبقى حاجات انت واخدها موضوع، بعض المواضيع بتبقى واخدها في السنين اللي فاتت في اولى وثانيه، وفي بعض المواضيع بتبقى اساسيات رياضيه بحته، فبالتالي الكلام ده انت بتحتاجه كاساس مش كماده علميه بتاخدها. الغلط بقى واللي بيحصل، وفي بعض الطلبه برضو سالت قريب بعد ما احنا خلصنا الاساسيات، قالوا يا مستر احنا دلوقتي المنهج بتاعنا كهربيه وانت ما اديتلناش كهربيه في الاساسيات، فانا عايز اسالك سؤال، هو انت لما بتيجي تبني بيت وبتيجي تعمل اساس، هل بتعمل بيت في الاساس من تحت، ولا انت بتعمل اساس وبعد كده بتبني عليه البيت؟ بتعمل الاساس بيبقى اساس اسمنت في الارض كده وحديد وشويه حاجات كده، وبعد كده بتبني فوق البيت، مش بتعمل بيت مصغر تحت وتبني فوقه بيت تاني، تمام كده؟ فالاساسيات المدرسين اللي بيجي مثلا المنهج كهربيه ويروح يشرح لك الكهربيه قبل المنهج عشان يقول لك دي اساسيات الكهربيه، مفيش حاجه اسمها اساسيات الكهربيه، هو الكهربيه ده موضوع جديد انت اول مره تدرسه، فبتدرسه لاول مره، هو مش معتمد على حاجه قبل كده، يعني انت ما تعرفش حاجه عن الكهربيه، فبالتالي انا مش معتمد لانك عندك خلفيه كهربيه، فانا باجي اشرح لك منهج الكهربيه، تمام كده؟ وبالتالي ما ينفعش اديك المنهج مره بطريقه مصغره، يعني اقوم رايح واخد العناوين بتاعت اول درس اروح اشرحها لك في حصه واقول لك اسمها حصه اساسيات، بعدين يعني اخد عناوين المغناطيسيه واشرحها لك في حصه واقول لك دي حصه اساسيات. الاساسيات مش معناها ان انا اخد لك المنهج اشرحه لك مره، الموضوع ده كله غالبا بيكون غرضه بس ان انت مدرس عايز يشتغل وخلاص وزي الفل كده، والطالب مقتنع ان دي اساسيات، عشان لما انت تيجي تدخل المنهج وتاخد الكهربيه هتلاقي نفس الكلام، فتقوم قايل تصدق الاساسيات دي كانت زي الفل. ما هو ده طبيعي ان ده بيحصل، بس انت بتاخده بقى في وقتك المناسب. يعني انت هتبدا منهجك في شهر 8 زي ما قلنا في الفيديو اللي فات،
ليه بقى تبدأ من شهر 6 و7 تاخد نفس المنهج تاني بطريقة عشوائية مش مفيدة؟ ممكن المدرس يوصل لك معلومة غلط، لأن أكيد المدرس اللي فاهم أساسيات معناها غلط أكيد يوصل لك المعلومة بطريقة غلط. فلما يوصل لك معلومة بطريقة غلط وتيجي تبدأ في منهجك هتلاقي مشاكل كتيرة جدا. فموضوع الأساسيات ده موضوع عايزك تفكر فيه كده بعقل. لما تيجي تاخد أساسيات معناها إيه؟ معناها ان الحاجات اللي انا بحتاجها للماده، طب انت كطالب هتعرفها؟ لا ما تعرفهاش، ما حدش هيعرفها الا المدرس الخبير بالمنهج ده. يعني لو مدرس بادئ لسه في ماده ما ينفعش يدي اساسيات، لانه اصلا ما يعرفش المنهج ده محتاج ايه. ليه؟ لان المنهج انت بتاخد الاساسيات وبتبقى عباره عن انت بتشرح في الفصل الخامس الفصل الرابع الدرس الاولاني في معلومات معينه في الرياضه الطالب ما يعرفهاش، ولا حتى مدرس الفيزياء احيانا بيعرفها، هو بيتفاجئ بيها كده جوه الفصل. فلازم المعلومات دي المدرس اولا بيبقى مذاكرها كويس ومحضرها كويس، بعد كده الطالب بيبقى محتاج المعلومات دي. في بعض المعلومات الرياضيه الطالب ما تعرفش عنها اي حاجه وهي من اساس المنهج، بس هي مش في صلب منهج الفيزياء ان انا اقعد اشرح لك بقى الرياضه ويعني ايه ساين ويعني ايه القيمه بتاعتها من كام لكام وبتترسم ازاي وليه شكلها كده والكلام ده كله، مش هنقعد نشرحه في حصه فيزياء. الفيزياء معلوماتها كبيره جدا، مفيش وقت فيها ان انا اقعد اقول لك المعلومات الرياضيه دي. فاللي بيحصل في الاساسيات ان بتفصل الحاجات اللي انت المفروض تعرفها قبل المنهج بعرفها لك، انما مش باخد المنهج واقوم مصوره لك كده الخصه واقوم رايح شارحه لك، عشان لما تيجي تدخل المنهج تلاقي المنهج معاك سهل. دي وجهه نظر، وده اللي انا شايفه ان هو صح، وده اللي انا بنصحك بيه. وانت طبعا كل واحد بيكون صاحب قراره، دي نصيحه كده على السريع، اي قرار انت هتاخده فانت صاحب القرار فقط لا غير. المدرس اللي عمل معاك حاجه غلط ده هو مش السبب، هو السبب ان انت اللي انت مشيت وراه وخلاص. تمام كده، انت صاحب قرارك، فلما تيجي تاخد قرار تتحمل نتيجه القرار بتاعك ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع نصيحه جديده، وما تنسوش طبعا الاساسيات الرياضيه موجوده على القناه لازم تشوفوها، هتلاقي رابط في وصف الفيديو. وطبعا تشارك الفيديو مع زمايلك، ولو عجبك الفيديو تتاكد انك مشترك في القناه، عشان في كتير بيتفرج على الفيديو وبيمشي ومش بيشترك، يعني اقل حاجه تقول لنا شكرا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.